سلام الخوش، كي دايرين؟ صافا بخير، ماشي مزيان الحمد لله. ما الخوش، اول حاجه تهبط لتحت دير ابوني ودير الجرس ويجي وصلك ديما الجديد ان شاء الله، ونبداو الموضوع على بركه الله. المهم الخوش، اليوم جيت نهضر على ذاك المشكل اللي وقع ما بين عبد الرزاق حمد الله وفيصل الفجر. لا ود، بينالتي ما بينالتي، هادشي راه ماشي معقول الخوت. الله يلا كمرضني انا بحال هادشي. المنتخب خاص تكون شود نتا، شود نتا، مكاينش مشكل اصاحبي. شو ما عبد الرزاق حمد الله يخرج منه هادشي كامل، ولكن المشكله هي مي دارها تاني فيديو فيصل الفجر، ديك الحركه ديال باي باي شر ما يمكنش. ملي كلاشات عاوتاني فيديوهات والحمار دارو ومسحو، هاداك الشي فاش خلق ضجه في المشجع المغربي باش تلعب الماتش ديال البارح. الجمهور كان في ميشد كورة فيصل الفجر كيصفروا عليه، وهادشي راه مخصوش يكون عندنا في الكورة المغربية. ولكن الخوج من بعد هادشي كامل، هاهما عاوتاني فاز الفجر والحمد لله تصالحوا، وكنبين ليكم بهاد بواحد الصورة غادي تطلع عندكم دابا وغتشوفوها، باش فيصل الفجر طلب من عبد الرزاق حمد الله السماحة. خليكم مع الصورة وتشوفوا داكشي اللي مكشوف. الصلح الدراري راه تدخل فيه، راه فوز القجاع ولي صلح بيناتهم. والمهم الخوش، كنتمنى المنتخب المغربي واخا جوج خسارات راهي ماتش ودي، راه قالها رونار ماكس شي بنادم يحقد على المنتخب شي حاجه. مازال جاي كاس افريقيا وعاد كيبانو المنتخبات شكون اللي عنده شكون اللي ما عندوش. ما نسبقوش احداث الدراري، وراه انت راه كاع راه كودي فوار براسه، راه ما هما خسروا نقولوا هما ما عندهمش. راه ما يمكنش الخوض، راه ماتشات وديين عاديين ماشي مشكل. راه ارجنتينو خسرت في كوبا امريكا ماشي تا المغرب، عادي الدراري ماشي مشكل. كنتمنى تكون شي حاجه مزيانه في كاس افريقيا. الحمد لله ملي تصالح حمد الله ورجع المنتخب داك هو الفضل اللي عندنا في هذه السيمانه ان شاء الله. والخوش كنتمنى هذا الفيديو هذا يوصل لكاع المغاربه، والعز بيكم.